من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا. العربي بن مهيدي، ديدوش مراد، محمد بوضياف، كريم بالقاسم، مصطفى بن بولعيدة وغيرهم ممن حركوا الثورة ونادوا بالاستقلال والحرية. 5 يوليو، يوم استقر في ذاكرة الجزائريين ووجدانهم، لأنه يصادف إعلان استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي، استعمار كان قد بدأ في اليوم ذاته عام 1830 واستمر أكثر من 130 عاما. عملت فرنسا طوال سنوات الاستعمار على إلغاء الهوية الوطنية الجزائرية وضرب مقاومتها من لغة وثقافة وعادات وتقاليد، عدا عن بث الفتنة بين مكونات المجتمع، وفوق ذلك جعلتها مقاطعة فرنسية. تصدى الجزائريون في كل هذه المحاولات بدءا من ثورة الأمير عبد القادر الجزائري وما تبعها من انتفاضات شعبية. ارتكبت فرنسا مجازر كثيرة صنفت كجرائم ضد الإنسانية، وذلك سعيا منها لقمع الجزائريين، على رأسها مجازر 8 مايو عام 45. بلغ الكفاح الجزائري ذروة في 1 نوفمبر من عام 54 بانطلاق الثورة الجزائرية الكبرى. تحولت الثورة إلى ملاحم خلدتها ذاكرة الشعوب. تشكلت جبهة التحرير الوطني وذراعها العسكري الذي واجه الفرنسيين بأساليب عسكرية قلبت موازين قوة لصالحهم. أبدى الفرنسيون كل قسوة لوقف مشروع التحرر الجزائري، فقتلوا وحرقوا ودمروا بل وأفرطوا في القتل، إلى أن وصل الشهداء إلى 1.5 مليون. سلمت فرنسا في نهاية الأمر بعد تمنع ورفض شديدين، وشرعت في مفاوضات مع جبهة التحرير انتهت بالدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي، وذلك في 1 جويلية من عام 62، أفضى في النهاية إلى استقلال الجزائر في 5 جويلية.